ماما اسمعيني شوي. يا ماما، 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 ماما افتحي لي الباب شوي. أختي افتحي الباب بس شوي، افتحي. أنت يلي بتعطينا القوة، إذا نهرتي أنت شو رح نعمل نحنا؟ افتحي، يلا افتحي الباب وطلعي. ماما ماما افتحي. هي بريتا وصتني ما أحكي لها شي يا خالتي، قالت لي إني ما أخبر أمي. كيف بدي يعني إلا أمي افتحي الباب خلصيني. أنا ما عم صدق، ليش هيك صار مع حبيبتي بريتا؟ شو أعمل أنا هلا؟ أنا بضل أم، كيف بدي أتحمل يصير هيك مع بنتي؟ ولا مرة انقهرت وزعلت مثل هلا، شكله هذا امتحان لإلي. مريت كتير بمشاكل بحياتي بس ولا مرة اشتكيت، عشت وأنا عم بضحك، نجحت بكل الاختبارات، مرقت بمصايب كبيرة بس أبداً ما اشتكيت لأي حدا. لما كانوا بناتي صغار عاشوا حياتهم بعاد عني، عشت لحالي لفترة بس ما حكيت شي ولا اشتكيت، قبلت بكل شي صار. ما قدرت ربي بريتا وشريستي وما عشت معهم بأيام الطفولة وما حسيت بهالشعور، ولساتني ساكتة وهادية ومتحملة، اتحملت كل شي. واجهت كتير مشاكل بس ما حكيت شي ولا عملت أي تصرف غلط، كل شي راح مني ببساطة وما حكيت ولا كلمة ولا اشتكيت. حاج عذاب خلص، أنا ما عاد قدراني اتحمل. بنتي بريتا عم تواجه مشكلة كبيرة بحياتها، لهالسبب لازم اتصرف بنفسي لأنه ما عاد قدراني اتحمل العذاب والتعب، ما ضل عندي صبر أكتر، أنا تعبانة وما عاد قدراني أقوي حالي أكتر من هيك. أنا أمه ما بقدر شوف بنتي عم تتعذب وضل ساكتة، حرام يصير هيك مع بنتي بريتا لأنها طيبة، أثبتت جدارتها وتجاوزت كل الاختبارات بس خلص بكفي لهون حاجتها، هاي حياتها ولازم تعيشها وهي مرتاحة، ما بدي زواجها يتدمر هلا، هي بتحبه لكاره. هداك الارتباط هو أملها وحياتها، ما بدي تخسر هذا الزواج لأنه بتحب زوجها، لازم ترجع لفرحتها وراحتها بسرعة. بتمنى من قلبي ما تتأثر حياتها باللي سمعته من شوي، بحق إلا تكون مبسوطة. بريتا انت شو عم تعملي؟ ليش اجيتي لهون وتركتي الغرفة؟ على الأقل خبريني. أنا كتير موجوعة كاران، وأنا كتير متضايق بريتا لأنك ما عم تحكي معي. طيب شو بدي أقول؟ شو بدك نحكي؟ أنا مو معصبة منك، أنا معصبة من حالي صراحة، ما بعرف ليش كتير زعلانة ومتضايقة، ليش عم فكر كتير بهي الشغلة؟ يلي صار صار بماضيك، ما كان عندك خبر عنه، وهذا الشي صار قبل ما فوت أنا على حياتك وتحبني وحبك. تماما، ولساتني عم فكر فيها وقلبي واجعني، يعني ليش ما عم اتصرف مثل اي انسانه عاديه؟ ما قدرت اخفي هاي المشاعر، لهيك تركت الغرفه واجيت لهون لحالي. بعرف انك متضايقه مني، انا عن جد ما كنت بعرف، لو كنت بعرف كنت قلت لك، بس ما كنت بعرف. ايه بعرف، وكل شيء سمعته امبارح كان من ماضيك لحالك، انا ما كنت بحياتك لو ما صار، لانه لو صار هالشي بوجودي معك كنت تضايقت أكيد، وكان معي حق وما بحق لك تزعل. أنا صرت فكر هلأ بعد ما صرت أعرف أنه كنت أنت وسوناك شي بالماضي، يمكن تتعاطف معها ويحن قلبك وأنك ترجع تتقرب منها وتبعد عني وترجع تحبها. اسمعيني، طلعي فيني، بالنسبة إلي أنت كل العالم وما حدا بياخد مكانك أبداً. قلتلك أنا بدونك ولا شي يا عمري، أنت عملتيني زوج مخلص.
مبسوط فيكي. بعرف كاران وبصدقتك. ما بعرف ليش بتصرف هيك ببعض الأوقات، يمكن لأنك كل شي بحياتي كاران، وكل فرحتي بتعتمد على وجودك دايماً بحياتي. أنت عمري وروحي. يمكن أنا كتير بحب أمثلكك. الكل بيفكروني إنسانة مثالية، بيشوفوني ذكية وزوجة رائعة وواعية غيرهم كلهم، بس أنا وحدة كتير عادية وبسيطة مثل باقي البنات. أنا كمان عندي قلب وبزعل. أنت بنظري مميزة، وأنا معك كتير سعيد بحياتي. أنت عن جد كتير غيرتيني بريتا، وبسببك أنا صرت كاران لوترا زوج بريتا أورورا. لهيك أنت مميزة. تعي، أنا كتير مبسوط بوجودك. لما بتحاكيني هذا الكلام كون فخورة بحالي كتير، لأنك أنت زوجي. بس أنا مبسوط أكتر لأنك إلي. وبوعدك إني رح كون إلك كل العمر. زواج كاران وبريتا ورح يعمل مشاكل كبيرة بيناتهم. أنت برأيك كل شي رح يكون منيح؟ ما بعرف راكي إذا في شي منيح ولا مو منيح، بس أنا متأكدة إنه إذا صار مثل ماني متخيلة رح نزعل، ولهيك استعدوا لأسوأ الأمور. شو قصدك؟ شو قصدك أمي؟ شو عم تقصدي بحكيك؟ كنت خايفة إذا عرفت سارلا بموضوع سونا وقصة هالبنت رح تجي لعنا، وبس توصل لهون ما فينا نمنعها تحكي أي كلمة، لأنه هي على حق شو ما عملت ما فينا نردها، وبدنا نضل ساكتين. مرت عمي، أنا كتير خايفة من شأن وضع بريتا. كنت خايفة كتير من إنها تعمل شيء مو منيح. كنت مفكرة إنها يمكن ترجع لعند أمها، بس هلأ أنا كتير مرتاحة ومطمنة لأنه بريتا ما عملت هيك شيء. مرت عمي، بريتا إنسانة طيبة وبتحب عائلتها وقريبة منها، هي بتعتبرنا عائلتها، لهيك وكرمال ما تزعل أي حدا هي ضلت هون وما راحت لعند أمها. حتى لو حدا فينا غلط معها وتصرف أي تصرف ما أنه منيح، بريتا ما راح تخبر أمها شو عم يصير بيناتنا. راكي، هالشي ما راح يصير، لا تخافي. بريتا إنسانة عاقل كتير، راح تتعامل مع كل شي، وبتعرف منيح إنه ما بيصير نلوم كاران على اللي صار لأنه من الماضي. هالشي ما راح يصير أبدا. ارتاحي وإنتي بس اهتمي بصحتك. إيه؟ ليش ما اجت سارلا لهلا؟ لما كانت تجي لهون كنت عصب كتير من شوفتها، بس اليوم انا ناطره اشوفها بفارغ الصبر.